السلام عليكم. أكدت مصادر صحفية نقل 4 من المختطفين في سجن تابع للتحالف في عدن إلى مستشفى الشعب إثر تدهور صحتهم جراء إضرابهم عن الطعام في الوقت الذي شهدت عدن وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي للمطالبة بالإفراج عن المختطفين لدى سجون سرية تابعة للتحالف. وتزامنت هذه الاحتجاجات في عدن مع قيام ميليشيا الانقلاب في صنعاء باقتحام السجن المركزي واقتياد العشرات من نزلاء السجن إلى جهة مجهولة. في هذه الحلقة من زاوية الحدث نناقش وضع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الانقلاب والتحالف في محورين: حجم الانتهاكات بحق المختطفين قسرا والآليات الكفيلة بالدفاع عنهم، ولماذا تصمت الشرعية على انتهاكات التحالف بحق مواطنيها. أخفت ميليشيا الحوثي والمخلوع العشرات من المختطفين في السجن المركزي بصنعاء بعد قيامها باقتحام السجن وإطلاق الرصاص الحي، وتزامن ذلك مع نقل 4 مختطفين في سجون تابعة للتحالف في عدن إلى المستشفى بالتوازي مع تظاهرة شهدتها المدينة احتجاجا على مرور أكثر من عام ونصف على بقاء العشرات في سجون التحالف العربي بدون تهم أو محاكمة. الأهالي بدورهم ناشدوا في صنعاء وعدن المنظمات الدولية للضغط من أجل الإفراج عن ذويهم وأقاربهم. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. معتقلات في صنعاء وأخرى في عدن، اختلف السجان واتفقت الجريمة، هذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة في شمال اليمن وجنوبه. في صنعاء لم تكتفي ميليشيا الانقلاب باختطاف أبرياء بدون تهم وممارسة شتى صنوف التعذيب بحقهم، بل قامت وفق مصادر خاصة باقتحام عنابر السجن المركزي مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، واقتادت العشرات من نزلاء السجن إلى جهة مجهولة. كانت ميليشيا الانقلاب وفق بيان رابطة أمهات المختطفين قد حاصرت المختطفين داخل السجن ومنعت عنهم الطعام والشراب والأدوية والزيارة، وناشد البيان المنظمات الدولية التحرك العاجل لمنع إخفاء أقربائهم. أما في عدن العاصمة المؤقتة للشرعية فلا يبدو الأمر مختلفا، حيث يقبع العشرات من المخفيين قسرا في معتقلات تتبع الحزام الأمني التابع لدولة الإمارات. وحسب مصادر حقوقية فإن أكثر من 100 مخفي قسرا في معتقل بير أحمد السري. أولادنا الآن في السجون عاملين عملية إيش؟ إضراب عن الطعام، والسبب الرئيسي إنه المعاملة القاسية التي يتوجهوها فيه اللي أطلقوها فيه في السجون قسرا، مخفيين قسرا، الأغلبية العظمى ما مخفيين. نريد إظهار أولادنا. أين الشرعية؟ نحن لدينا شرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي. أهالي وأمهات المختطفين والمخفيين قسرا في عدن نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، وطالبوا بالإفراج عن ذويهم المخفيين في سجون سرية تابعة للتحالف منذ أكثر من 19 شهرا، والذين بدأوا الإضراب عن الطعام منذ أيام. المخفين، المظلومين، الأبرياء، أي شيء مخفين هذا حرام. إن كان حد عنده شيء حق أخرجوها عبر القضاء يتحاسب، إن عفوا عنه من حقهم يعفون عنه، ونحاسبوه من حقهم يحاسبونه إذا مخضي، وإن كان مش مخضي كفاية الظلم سنة وخمسة أشهر. المحتجون الذين رفعوا صورا للمخفيين حملوا الشرعية مسؤولية صحة أبنائهم، واتهموا التحالف وخصوصا الإمارات برفض تقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم. معتقلات غير قانونية ومختطفون بدون تهم في صنعاء، أمر معهود من ميليشيا الانقلاب، لكن وجود تلك المعتقلات في عدن يطرح تساؤلات عن ماذا يريد التحالف من اعتقال يمنيين أتى لتحريرهم، ولماذا تصمت الشرعية على إهانة مواطنيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ فهمي السقاف ناشط حقوقي من عدن. مرحبا بك أستاذ فهمي. أهلا بك أستاذ فهمي. في البداية ضعنا بصورة واضحة لما حدث اليوم في عدن من نقل بعض المخفيين قسرا بعد إضرابهم عن الطعام إلى مستشفى الشعب، وكذلك عن الوقفة الاحتجاجية التي حدثت اليوم لأهالي المعتقلين. أولا مساء الخير
وشكرا لقناة بلقيس، وأيضا الشكر نوصل لطاقم القناة والمشاهدين الكرام. طبعا مسألة ما حصل في عدن أو ما يحدث في عدن الآن صار الفعل ليس فعل يوم واحد، لا بل هي سلسلة من الأيام ممتدة، قضايا الانتهاكات وقضايا المعتقلين. نعم هؤلاء طبعا ضرروا يوم السبت اللي فات يعني أمس الأضراب عن الطعام على وجودهم في المعتقلات أكثر من 19 شهر، لم يلتفت أحد إلى معاناتهم، لم يلتفت أحد إلى مطالبهم. أسر المعتقلين هؤلاء طبعا قاموا بكثير من الوقفات الاحتجاجية، بدأوا بوقفة احتجاجية أمام معاشيق، وطمعت من قبل الأمن وقفة احتجاجية أو وقفات احتجاجية كانت أمام مقر القضاء الآن اللي افتتح مؤخرا في عدن، وهو مقر فعلا فقط لا يحمل من القضاء إلا الاسم، ولم يصلوا إلى نتيجة. وفي النهاية أيضا تكررت وقفاتهم الاحتجاجية أمام على مدخل معسكر اصطحاب على طريق عدن الصغرى، ويتعرضوا أيضا فيه للطمع. كان آخرتها اليوم طبعا حين أضرب هؤلاء طبعا سارعوا الغائين على المعتقلات وإلى آخر، نقل بعض المضربين وهكذا عن الطعام إلى المستشفيات لمدهم بالسوائل وإلى آخر. نعم. السؤال هنا حقاً يعني السؤال، هل هؤلاء الغائنين على المعتقلات وهكذا هل يظنوا أنه سيخفوا ما يدور داخلها أو سيخفوا الحقيقة؟ لأن اللي داخل المعتقلات هؤلاء بشر، ناس لهم أسر، لهم صغاء، لهم أعمال، لهم يعني هناك من يستغلهم، هناك من يتابع بعدهم. نعم. ما يحصل من انتهاكات والصمت المريب حقاً يعني للأسف الشديد. اللجنة الوطنية مثلاً اللي بتحقق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أي نوع من هذه الانتهاكات؟ طيب أستاذ فهمي، نعم أستاذ فهمي، يعني برأيك من خلال متابعتك لملف المختطفين والمعتقلين في عدن، ما هي الأسباب التي جعلت المعتقلين والمخفيين قسرا الوصول إلى حد الإضراب عن الطعام؟ طبعا الأسباب كثيرة يا أستاذ، الأسباب كثيرة ومتعددة. أولا هؤلاء تم اعتقالهم دون أن توجه إليهم اتهامات محددة، دون اعتقال الكثيرين منهم فجرا وقيدوا إلى معتقلات لم يعرف دوهم ولم يعرف أحد أين هم بالضبط، وهؤلاء يعني يعتبرون تحت ضائل الاختفاء المصري قامت السلطات أمر الوضع. معاناتهم متكررة داخل السجون، التعذيب الذي لغوه، ما فيش تهم وقفوا أو تم اعتقالهم على ضوءها، هذا أدى فعلا الناس إلى أنهم وصلوا إلى الحل الأخير الإضراب عن الطعام، لعل وعسى أن يلفتوا نظر الداخل والخارج، نظر الغائنين حتى أيضا على اعتقالهم، أنهم يتعرضوا لظلم فادح لأن قسيم بحقوقهم كناس. الأمر الآخر أنه صمت الشرعية أولا كسلطة أيضا هو تواطؤ وشراكة مع التحالف ومع الغائنين على هذا الفعل. نعم. في انتهاكات حقوق الإنسان. طيب أستاذ فهمي، الحكومة مؤخرا هي قامت بتشكيل لجنة للنزول إلى هذه المعتقلات وهذه السجون والوقوف على المشاكل التي يعني من أجلها سجنوا وأيضا أوضاعهم في السجون، إلى أين وصلت هذه اللجنة؟ حسن أنك أسألت هذا السؤال. طبعا أولا دعني أقول لك يعني أنه وزير حقوق الإنسان ونائب وزير حقوق الإنسان أعتقد في رمضان الماضي قام بزيارة إلى سجن المنصورة المركزي، طبعا بعد التنسيق مع إدارة السجن، لكن لم يسمح لهما بالدخول إلى عنابر السجن حتى وزير حقوق الإنسان ومندوبي الحكومة ونائبه نعم لم يسمح لهم بمقابلة المعتقلين أو نزلاء سجن المنصورة. هذا واحد. الأمر الآخر أيضا رئيس لجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهو بالمناسبة رئيس نيابة عدن كان حينها، وجه رسالة رسمية إلى سجن المنصورة بالإفراج عن عدد من المعتقلين بالحرف الواحد، أجابوا عليه سجن المنصورة لأنك لست المسؤول عن السجون، أنت المسؤول عن السجون التحالف، هذه الورقة بالله تماما واشرب معها. الأمر اللي بعده أو اللي ثلاث، الأعوش النائب العام في الجمهورية أرسل إلى سجن المنصورة بأنه سيقوم بزيارته، طبعا
قالوا لا اهلا وسهلا تشرف. قال لهم زياره المعتقلين، قالوا لي لك زياره المعتقلين فلا تاتي، ابقى مكانك. نعم. طيب هذه اللجنه ايضا اللي شكلتها الحكومه مؤخرا، وهي شكلتها مؤخرا بعد ان اذيع تقرير عن سجون السريه وعن ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمه لحقوق الانسان، اضطرت الحكومه الى ان تشكل لجنه. هذه اللجنه طبعا الى اين وصلت؟ نعم هذا سؤال المشروع، الى اين وصلت؟ هذه اللجنه لم تزرها ولم يسمح لها بزياره سجن واحد من السجون المعروفه، بل عن السجون السريه. نعم. طيب استاذ فهمي، من خلال متابعتك ايضا في عدن، الا يخشى التحالف من كل هذه التهم التي يعني تورد ضدهم، من معامله سيئه، من اعتقال الناس دون ادنى تهم، عدم محاكمتهم، عدم السماح لاهاليهم بزيارتهم، او حتى الكشف عن اماكن اعتقالهم؟ اوكي، قبل ان اجيب على هذا السؤال، اولا الان عدن وفقا لما يطرح عليها انها مدينه محرره وان العاصمه المؤقته، صار الان قرابه 3 سنوات، 3 سنوات مش قادر تفتح فيها قسم شرطه يشتغل بشكل اعتيادي وطبيعي، 3 سنوات ومش قرابة 3 سنوات مش قادر فيها أن تفعل دور القضاء والنيابة بشكل طبيعي واعتيادي. هذا أول خلل. الأمر الآخر أن التحالف والله يخشى أو ما يخشى، لا التحالف ركن تماما على أنه يقدر ويستطيع أن يشتري الصمت بأمواله، صمت العالم بأمواله على جرائمه، لكن هل هذا سيستمر وإلى أي مدى سيستمر؟ لا، في تقديري أنه لن يستمر طويلا، والدليل انه تم ادراج التحالف ايضا في قائمه العار، القائمه السوداء لقتل الاطفال. بمعنى انه الامر كله مساله وقت. الشرع هذا برضه مساله وقت. لكن بالتاكيد العداله في النهايه ستنتصر. مظالم هؤلاء ستنتصر. وستجد طريقه حتما الى العداله. نعم. يعني كثير من المعتقلين قضوا تحت التعذيب، تحت التعذيب قضوا. يعني انا اللي استغرب له حقا، اذا كان انتم هؤلاء يعني اللي اتون الان ويغضبوا انفسهم انهم ثوار وانهم مناضلين وانهم مقاومين وانهم الى اخره، تمام، انتم اتيتم على انقاض النظام السابق عانيتوا منه، انتم من المفروض انكم ضحايا، لكن لا يوجد ثمه اسوء من الضحيه عندما تمارس دور الجلاد للاسف الشديد. اسرفوا في كل شيء، بزوا النظام السابق تماما في كل شيء، واسرفوا في القتل وفي الاغتيال وفي التعذيب وفي التعذيب الذي يصل الى الموت. يعني حقا ما يحصل تقشعر له الابدان حقا يعني. نعم. للاسف الشديد. نعم. طيب استاذ فهمي، اسمح لي ان نشرك معنا ايضا في الحديث من صنعاء والوقوف على احوال المختطفين في صنعاء في سجون ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. معنا من هناك ام احمد، عضو رابطه امهات المختطفين. مساء الخير ام احمد. مساء النور اخي. مرحبا بك ام احمد. في البدايه، ما الذي جرى اليوم في السجن المركزي بصنعاء؟ الموضوع بدأ منذ ليلة أمس، يعني عندما بدأوا بأخذ حوالي 25 مختطف ونقلهم إلى مكان مجهول، وأرادوا أيضا نقل 50 آخرين، فالمختطفين الذين داخل في السجن المركزي رفضوا الانتقال إلى سجون مجهولة، إلى سجون سرية كما كانوا هم فيها قبل انتقالهم إلى السجن المركزي. فاقتحموا اليوم السجن المركزي بمسيلات الدموع ورجال مسلحين بالرصاص الحي، وقاموا بالاعتداء على المختطفين الموجودين هناك، وتم أخذ 50 الذين أرادوا أخذهم ونقلوهم أيضا إلى مكان مجهول. نعم، هؤلاء الذين نقلوهم، هل لديك إحصائية عن عددهم وعن إلى أي جهة ينتمون؟ هل هم مثلا من فئة الصحفيين، من فئة الناشطين، من فئة من أي فئة هم الذين تم يعني مهاجمة السجن من أجل يعني إبعادهم من السجن ونقلهم إلى معتقلات أخرى؟ هم من جميع الفئات، يعني مختلطين، حوالي عددهم 74 إلى 80 مختطف تم نقلهم إلى جهات مجهولة، إلى أماكن لا نعلم عنها شيء، سجون سرية اعتادت الجماعة أن تخصص بعض البيوت من أجل احتجاز المختطفين فيها، فلا يسمح لهم بالزيارات ولا يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم وأهاليهم في هذه السجون السرية، بعكس ما كانوا فيه في السجن المركزي. كان هناك يعني مساحة للتواصل مع الأهل والزيارات الأسبوعية المتكررة. نعم أم أحمد، التهم التي يعني ربما سمعتموها من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في صنعاء، وأيضا الأسباب التي جعلتهم يتحفظون على هؤلاء وينقلوهم أيضا من السجن المركزي، بعدما تحدثي أن كان هناك ربما نوع من التواصل مع أهلهم ومعرفة أحوالهم.
بلا مبرر، نقلهم كان بلا مبرر وبلا مسوق وبلا بلا سبب مقنع. يعني كل ما في الأمر أن هناك كشوفات نزلت وأرادوا نقل هؤلاء المجموعة ابتداء، وهم يعدون بأنهم سينقلون الجميع إلى سجون سرية وسيتم إخفاءهم، سيتم إخفاء الجميع وليس لكنها على مراحل متدرجة فقط يعني. ولا نعلم ما سبب النقل ولا ما الذي دفعهم لمثل هذا التصرف في هذا الوقت بالذات. يعني أوضاع السجون بشكل عام في صنعاء تكاد تنفجر يعني من سوء تعامل الميليشيا والجهات الأمنية معهم. نعم، أسوأ حالات المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيا أم أحمد في أي جهة تمارسها الميليشيا؟ في السجن المركزي، في الأمن السياسي، في الأمن القومي، أم في معتقلاتها الخاصة من خلال اطلاعكم بصورة مباشرة لموضوع المخفين والمعتقلين؟ تكاد الأسوأ هي السجون السرية، لأنه يمارس فيها التعذيب، يمارس فيها الإخفاء، التعذيب النفسي الشديد على المختطف، لأنه لا يتواصل مع أهله، لا يعلمون حتى بمصيره. الأهل نفسهم يكونوا خائفين على ابنهم الموجود داخل السجن، هل ما زال على قيد الحياة أم لا، لأنه ما فيش أي تواصل بينهم. اللي خرجوا من السجون السرية حدثونا عن أساليب فظيعة جدا في التعذيب تعرضوا لها هناك في السجون السرية. نعم. وبالنسبة للسجون الرسمية يكاد الأمن السياسي يتصدر القائمة في سوء التعامل مع المختطفين. نعم. ويتم فيه أيضا الإخفاء القسري لشهور كثيرة، لا يعلم الأهل عن ابنهم المختطف أي شيء داخل السجن. نعم، الدور الذي تقومون به كرابطة أمهات المختطفين وتحاولون يعني ربما الوقفات الاحتيائية أصبحت شبه يومية للمطالبة بالإفراج عنهم، تواصلكم مع منظمات دولية، هل تكللت بأي يعني نجاح؟ هل لمستم أي تغير، أي تقبل لما تطالبون به؟ الأمهات يقف مثل ما ذكرتم يعني، وتكاد تكون رابطة أمهات المختطفين أو هي بالفعل هي المنظمة المدنية الوحيدة التي لا زال لها نشاط ميداني داخل أمانة العاصمة بعد إحكام قبضة جماعة الحوثي قبضتها على العاصمة صنعاء. المنظمات مع الأسف نحن نتواصل معها بشكل مستمر، لكن لا نجد ذلك الصدى لتواصلنا معها. اليوم أصدرت رابطة أمهات المختطفين بلاغ بالذي حدث في السجن المركزي من اعتداء على ابنائها المختطفين داخل، سواء بالاعتداء او بنقلهم الى اماكن مجهوله، ولكن لم نجد ان احدى المنظمات هذه تفاعلت مع البلاغ وقامت اما بإصدار بلاغ او باي تحرك لصالح المختطفين. واعني بها بالذات المنظمه الدوليه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، كونها هي المعنيه بشكل رئيسي عن المخفيين وعن إخفاء الأسرى والسجناء في أي السجون. أيضا المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، نحن توجهنا بالبلاغ لكل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية العاملة في اليمن من أجل إنقاذ المختطفين، ولم نجد أي منظمة تفاعلت مع هذه القضية. نعم. طبعا يعني يتواصل بشكل مستمر تواصلنا مع هذه المنظمات ومع الجهات الفاعلة، لكن نود أن نوصل رسالتنا إلى الشرعية أننا نتمنى منها أيضا أن تذكر قضية المختطفين في المحافل الدولية، وأن تحشد لها مناصرة لهذه القضية المنسية ولهذه القضية المؤلمة جدا في محافلها الدولية التي تستطيع الوصول إليها. نعم، شكرا جزيلا لك أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من صنعاء. وأعود إلى عدن مع الناشط الحقوقي الأستاذ فهمي السقاف. أستاذ فهمي، تحدثت عن نقطة في غاية الأهمية، بأن الناس ربما في عدن منذ التحرير إلى الآن أصيبوا بخيبة أمل ممن يعني قدموا أنفسهم لأبناء عدن وكل الأماكن هناك بأنهم المنقذين وبأنهم قادة. هذا السخط الآن اللي بدأ يتكون الآن من عموم المواطنين في عدن، هل تدرك هذه القيادات أهمية استجابة نداء المواطنين في عدن، أم ربما يضرب بمطالبهم عرض الحائط؟ للأسف الشديد لا أعتقد أنها تدرك حقا إدراك حقيقي يعني لهذا السخط المتراكم والمتكون كل يوم. طبعا الناس وصلت إلى هذه الحالة بعد أن طرقوا كل الأبواب، يشكوا مظالمهم ويشكوا الانتهاكات التي تحدث لأبنائهم.
بعضهم نقلوا إلى داخل السجون واعتقالاتهم جرحى، كثيرين منهم قاتلوا في صفوف المقاومة حقا وقابلوا في القتال وهكذا، لكن تلقفتهم في النهاية السجون والمعتقلات كثير من أصحاب الرأي إلى آخره. طبعا تحت دعاوى الإرهاب، أوكي نحن كمنظمات وكناشطين حقوقيين لسنا ضد الاعتقال من توجه إليه تهمة الإرهاب، لكن ينبغي أن يفعل القانون والمستند على الدستور أولا النافذ في الجمهورية، بمعنى أنه أوكي وجد تهمة واستدعيه بالأصول الفرعية وقدمه للنيابة والقضاء يقول كلمته، لكن أن تداهم منزل مواطن وفجرا وتأخذه وترميه داخل السجن دون أن تعرف أسرته أو أحد من تربطهم بعلاقة، أين هو كيف وضعه إلى آخره، ويمنع من أو تمنع عنه الزيارة، هذه كلها في النهاية ستراكم فعلا ستزيد من منسوب الضغينة والحقد والكراهية، وفعلا ستؤدي إلى ردود فعل مدمرة. نعم. متى منفجرت لن تبقي ولن تذر. نعم. شيئا. استاذ فهمي، كيف يمكن يعني لمن ثار، لمن قاوم، لمن قاتل الظلم و يعني قاد هذه يعني المقاومة والثورة حتى تم تحرير عدن وهذه المحافظات أن يمارس نفس آلة القمع، نفس الظلم، نفس الممارسات والانتهاكات بحق من كانوا رفقاء الثورة، رفقاء المقاومة، رفقاء السلاح؟ تقديري انه ثم سياسه منهجه لهذا الامر. ايوه لا لا، لانه ما فيش اسوء من ضحيه، الضحيه عندما تتحول الى جلاد تكون اسوء من الجلاد بمراحل، يعني تبز في كل ممارساته، لكن ما يحدث في تقديري انه ممنهج. ما يحدث انه منهج فعلا، يعني اولا لتأجيج حاله صراع بين الفرقاء الموجودين في الجنوب عموما، هذه حالة صراع بالنهاية بتؤدي إلى قتال، المسألة مسألة وقت، هؤلاء يعيدوا إنتاج 13 يناير 86 حيث لا يشعرون حقا، لكن ما سيأتي أو القادم ستكون أكثر وأسوأ بمراحل من 13 يناير، لن تبقي على حد، ستطال الجميع مهندسيها والمتجاوبين والمتعاطين معها بشكل إيجابي ضد المكونات الجنوبية الأخرى أو اليمنية الأخرى، هذا أمر مفروغ منه، لأنه هؤلاء يأسوا لحالة صراع فعلا، بإمكانهم أن يوقتوا متى تبدأ لكن ليس بإمكانهم أن يوقتوا متى تنتهي. نعم. طيب أستاذ فهمي، كلمة أخيرة فقط أودعك إذا كنت تريد توجيهها لمن تريد في الحكومة الشرعية، للسلطة المحلية في عدن، للقائمين على هذه السجون السرية، للإفراج وتخفيف معاناة هؤلاء المعتقلين. أنا أريد حقا أن أوجه أولا كلمة إلى التحالف، وكلمة إلى السلطة الشرعية، وأخرى إلى السلطة المحلية. نعم. وأخرى إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. نعم. بالنسبة للتحالف، فعلا التحالف أنتم إذا أنتم تقولوا وفقا لكل ما هو معلن عنكم أنكم أتيتم لمساعدة الشرعية، فمن يأتي لمساعدة الشرعية لا ينشئ أجهزة وقوات ومن أشياء موازية لها. نعم. أي موازية للشرعية، ولا يمنع الشرعية أو رئيس الشرعية من أن يهبط داخل مطار عاصمته المؤقتة، هذا واحد. فأعتقد أنه آن الأوان لمراجعة هذه السياسة، واحد. الأمر الآخر أيضا أوجه للشرعية أن الشرعية بصمتها على كل الانتهاكات التي تحدث في اليمن عموما، وليس في الجنوب خصوصا، لا في اليمن عموما بشكل عام، هي المسؤولة عنه، هي مسؤولة عن كل الانتهاكات، وعليها أن توضح وتقول أيضا، لكن الصمت يجعلها شريكة فيما يحدث ومسؤولة عنه سواء دانتها أو لم تدين. نعم. الأمر الآخر بربط السلطات المحلية، السلطات المحلية عليها أن تتجه أكثر إلى مسألة الخدمات المعنية بحياة الناس فعلا، وتركز أمرها في هذا الجانب، جانب الخدمي والاجتماعي، وتنشئ حالة أو تسعى إلى قدر الأمكان إلى خلق حالة من الوغام والسلم الاجتماعي. بالنسبة للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان عموما، وحياة على الأقل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحترمة التي تشتغل داخل. نعم. الجنوب لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، والأمكان ذكرها بالاسم، فعلا بذلت الكثير وبذلت الكثير، وأنا أشكرك. أتذكر قدمنا رسالة حينها شكرا لك في مركز الحق الإنساني.
نعم. والمركز اليمني لدراسات حقوق الانسان مؤسسه وجود قدمنا رساله للسلطه المحليه بانه نريد ان نجلس معهم ونناقش قضايا عديده وضمنها نتمنى ان تصل رسالتك استاذ فهمي. نعم لضيق الوقت اعتذر منك. أيه. انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي الاستاذ فهمي السقاف، كنت معنا من عدن. وعوده ربما أخيرة وترحيب بضيفنا الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، ربما أنتم المنظمة الأولى التي تحدثت عن ما يحدث من اعتقالات وانتهاكات قصرا في المحافظات المحررة وعلى وجه التحديد في عدن وفي حضرموت، وأيضا لكم أيضا تقارير عدة عما يحدث وتنتهكها الميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في صنعاء. هذه التقارير ألم تحرك المياه الراكدة؟ ألم تسلط يعني نظر المجتمع الدولي على الالتفات لما يعانيه هؤلاء في هذه السجون سواء في صنعاء أو في عدن؟ مرحبا بك أخي الكريم ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. حقيقة ملف المعتقلين في اليمن مرتبط بدرجة أساسية بأبعاد سياسية للأسف الشديد، برغم بعده الإنساني بالدرجة الأولى. أعتقد أن التقارير التي صدرت حركت المجتمع الدولي بصورة أو بأخرى، وأعتقد أن الكشف الذي تم عن السجون السرية في جنوب اليمن دفع بعض الأصوات داخل مجلس الكونغرس الأمريكي والعموم البريطاني وحتى مجلس البرلمان الأوروبي لإصدار بعض التشريعات المطالبة بتحقيقات جدية إلى غير ذلك. لكن الإشكالية الكبرى أنا أعتقد أنه في السلطة الشرعية نفسها التي لم توظف هذا الملف تضبيطا حقيقيا ولم تجعله ضمن أولوياته وتجعله خط أحمر، بمعنى أنها تتعامل مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة بجدية كبيرة، بمعنى أنها لا يمكن أن تفتح أي حوار سياسي، لا يمكن أن تتحدث ما لم يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين زج بهم داخل هذه السجون. السلطة الشرعية أمامها تحديين كبيرين. التحدي الأول في الأراضي التي حررت وبين قوسين عدن وحضرموت إلى غير ذلك، وهي مطالبة بتفعيل سلطات إنفاذ القانون وعليها تنفيذ أوامر السلطة القضائية التي صدرت بالفعل للأحزمة الأمنية والقوات الأمنية في حضرموت وفي عدن للإفراج عن المعتقلين، لكنها لم تعيرها أي اهتمام وكأنها تقول بصريح العبارة بلوا هذا الأوامر في الماء ثم اشربوا. في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المفروض أن الحكومة الشرعية ترفع صوتها بصورة كبيرة، تدق كافة الأبواب، تتعامل مع المجتمع الدولي وتقدم كافة ما الوثائق والانتهاكات التي قدمت ضد هذه الانتهاكات. نحن كما بينت أخي الكريم أصدرنا تقرير مؤخرا رصد ما يقارب 207 سجن سري تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق. تحدثنا عن نماذج من السجون يذاق فيه المعتقلين سوء العذاب وترتكب فيه جرائم بشعة. ملف الانتهاكات والمعتقلين يرتبط مباشرة بملف التعذيب، بملف الإخفاء القسري، بملف التعذيب حتى الموت، بملف الإعدامات الميدانية. لكن أعتقد أن هنالك ضبابية من قبل نعم. الحكومة في التعامل مع هذا الملف للأسف الشديد. أستاذ توفيق أشكرك جزيل الشكر، كنت أتمنى أن تكون معنا يعني من بداية الحلقة لكن كنت معنا في الدقائق الأخيرة. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا الأستاذ توفيق الحميدي، وأيضا الشكر للأستاذ فهمي السقاف ناشط حقوقي من عدن، وكذلك لأم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معدي هذه الحلقة الزملاء شروق القاسمي ومحمد اللطيفي، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.